بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أتشرف نيابة عن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بأن أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات وأصدق المتمنيات كل باسمها وصفتها، ولجميع نساء المغرب بصفة خاصة ونساء العالم بصفة عامة، راجية من العلي القدير أن يمن عليكن وعلى ذويكن بموفور الصحة والعافية. فأنت أيتها المخلوقة الرقيقة شبع اليوم، أنت التي تهزن المهد بيمينك وتستطيعين أن تهز العالم بيسارك، أنت كوكب يستنير به الرجل، ومن غيرك ببيت الرجل في الظلام يبيت الرجل في الظلام. الفترة ديال 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 السياسي تنتهي في واحد المرحلة، ولكن كيبقى العلاقات الشخصية كتبقى العلاقات الإنسانية اللي كتبقى ديالي كدوم. شكرا على الاستضافة. دونك اليوم كمبادرة من الأخوات عضوات مجلس الجهة للاحتفاء بيوم العالمي للمرأة، أعتقد بأن من الصعب نقول بأن الاحتفاء في يوم واحد هو احتفاء بالمرأة، المرأة تستحق الاحتفاء كل يوم، وهذا يعني بشهادة الجميع أن المرأة عندها أدوار